اللي سمعته من القيادات الفلسطينية في الأيام الأخيرة الحقيقة مؤلم، والسبب أنه مؤلم لأنه كان مستواه واطي وكلام لا يقال من قبل مسؤولين عن قضية يبغون الناس كلهم يوقفون معهم فيها، وتجرأهم بالكلام الهجين ضد قيادات الخليج ودول الخليج مو بغير مقبول، فقط مرفوض. لكن إذا فكرت فيها من ناحية ثانية، ما هو غريب استخدام كلمة سهولة، أنه يسهل عليهم استخدام كلمة خان والطعن في الظهر، لأن هذه سنتهم في التعامل مع بعضهم. قضية فلسطين قضية عادلة لكن محامينها فاشلين، والقضية الإسرائيلية قضية غير عادلة بس المحامينها ناجحين. وهذا يختصر لك الأحداث اللي صارت في 70-75 سنة الماضية. كذلك في شيء يربط القيادات الفلسطينية تاريخيا، وهو أنهم دائما يراهنون على الطرف الخسران، وهذا له ثمن. الأمين الحسيني في الثلاثينات كان يراهن على النازية في ألمانيا، وكلنا نعرف وش حصل هتلر وألمانيا. إذا قفزنا إلى الأمام فما يمكن أحد مننا ينسى في دول الخليج بالذات صورة أبو عمار وهو زائر لصدام حسين عام 90 بعد احتلال الكويت. شعب عربي محتل، والكويت دول الخليج كلها كانت تحتضن الفلسطينيين، ولكن الكويت بالذات كانت تحتوي القيادات الفلسطينية. ونشوف أبو عمار في بغداد يقبل ويضحك ويمزح مع صدام ويهنيه بما حصل. هذا كان له وقع مؤلم على كل شعوب الخليج. بعدها بأشهر يبدأ معركة تحرير الكويت، ويضرب صدام حسين عاصمة المملكة العربية السعودية بالصواريخ. أول مرة تضرب عاصمة المملكة العربية السعودية بالصواريخ من أي جهة، يعني حتى إسرائيل ما ضربت المملكة بالصواريخ. والصواريخ هذه على فكرة اللي حنا اشتريناها لصدام ودعمناه في حربه ضد الفرس. وتيجي الصدمة الثانية في هاك الفترة عندما شاهدنا شباب مغرر فيهم في نابلس يرقصون فرحانين على ضرب الرياض ويعرضون صور صدام حسين. هذه أشياء ما تنسي، لكن حنا كنا أكبر منها، مهوب علشان القيادات الفلسطينية لكن علشان الشعب الفلسطيني. أعتقد أننا عن حسن نية في المملكة العربية السعودية تاريخيا كنا نعمل نفس الشيء في كل مرة ونعيد تكرار الأسلوب معهم. بمعنى آخر يطلبون النصيحة والمساعدة، نعطيهم المساعدة بدون شروط ونعطيهم النصيحة، ثم يذهبون ويأخذون المساعدة ويعملون عكس النصيحة ثم يفشلون، يرجعون لنا ونأيدهم وحنا نعرف أنهم مخطئين ونعرف أنهم يعرفون أن قلنا لهم الحقيقة، ثم نروح أكثر من ذلك كدولة ونوقف مع العالم ضد العالم ونبرر اللي سووه الفلسطينيين أنهم كانوا على حق، وحنا نعرف أنهم ما كانوا على حق. أنه صار عندهم قناعة أنه ما في ثمن يدفع لأي أخطاء يعملونها تجاه القيادة السعودية أو الدولة السعودية أو دول الخليج وقياداتها. أعتقد أن الظروف الأيام تغيرت. من هو اللي يعتبرون حليفهم الفلسطيني الآن؟ إيران اللي تتاجر بالقضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني. إيران خامني يبون يحررون القدس عن طريق اليمن، عن طريق لبنان، عن طريق سوريا. القدس لها طريق معروف إذا كانوا يبونه. تركيا اللي رايحين لها قادة حماس عشان يشكرونهم على موقفهم تأييدا لحماس وللقضية الفلسطينية. ليش؟ لأنه أردوغان أعلن أنه بيسحب سفيره من الأمارات تأييدا للقضية الفلسطينية. هل أحد ممكن يشرح لي قادة حماس طلبوا من أردوغان في هاللقاء، طيب
الأقربون أولى بالمعروف، بدل ما تسحب سفيرك من الأمارات وتدفع تذكرة سفر وتروح يجي، يا أخي في عندك سفير إسرائيل في أنقرة أطرده، سفيرك في تل أبيب رجع،